للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الصحفي اليمني الأستاذ محمد الأحمري. أستاذ محمد، بداية مرحبا بك. أنباء عن مرحبا بك. أهلا بك. أنباء عن دخول الجيش الوطني اليمني مطار الحديدة من الجهتين الجنوبية والغربية، بما تفسر يعني الانهيار السريع لميليشيا الحوثي؟ في الحقيقة، أولا دعني أوضح أنه من السابق لأوانه الحديث عن اقتحام للمطار الحديدة حتى هذه اللحظة. يعني هناك اشتباكات عنيفة تدور في محيط المطار، والمطار مساحته واسعة، مطار الحديدة مساحته واسعة، يعني تقدر بأكثر من 7 كيلومترات، وهو يضم في الحقيقة مطارا مدنيا ومطار عسكري وأيضا موقع عسكري تابع لقوات الدفاع الجوي، وبالتالي مساحة شاسعة بالنسبة لمطار الحديدة. لكن هناك سيطرة نارية لقوات الجيش الوطني على المطار، وهناك إسناد جوي أيضا لمقاتلات التحالف العربي من أجل محاولة جر، كما يقول خبراء عسكريون، جر عناصر ميليشيا الحوثيين التي تحاول التمترس بالمدنيين وسط الأحياء السكنية إلى مساحات مكشوفة في المطار أو محيط المطار أيضا، بحيث يسهل القضاء على هذه العناصر كما يقول خبراء عسكريون. وبالتالي هناك حرص من طرف الجيش الوطني، قوات الجيش الوطني، لعدم إيقاع مزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، وبالتالي اتخاذ تكتيكات عسكرية معينة تحاول جر الميليشيا إلى الأحياء السكنية، لكنه جر الميليشيا من الأحياء السكنية إلى مناطق مكشوفة في محيط مطار الحديدة. لكن في الحقيقة حتى هذه اللحظة لا تزال هناك مواجهات شرسة في الحقيقة، وتقدر عدد الغارات الجوية خلال اليومين الماضيين ب50 غارة استهدفت مواقع تمركز ميليشيا الحوثيين في محيط مطار الحديدة. وهناك أيضا حرص كما يبدو للإبقاء على منشآت المطار وميناء الحديدة، كما أشير أيضا في تقريركم، سليمة بحيث لا يطالها عمليات القصف. لكن في كل الأحوال ميليشيا الحوثيين، هذه الميليشيا إذا عدنا بالذاكرة قليلا إلى بداية نشأتها، حيث عمدت إلى تفجير الصراع في محافظة صعدة معقل الميليشيا، وكانت سببا في دمار القرى السكنية والمحافظة صعدة وتدمير أجزاء كبيرة من المحافظة، وبالتالي لا يهمها أن تبقى مدينة أو حي أو مؤسسة حكومية سليمة خلال هذه الحرب التي اختارتها الميليشيا. على الرغم من هذا الانهيار الميداني لميليشيا الحوثي، المبعوث الأممي غادر صنعاء دون أن يحقق تقدما في مشاوراته معهم، بما تفسر موقف ميليشيا الحوثي هذا؟ في الواقع، أولا الانهيار العسكري لميليشيا الحوثيين هو مسألة حتمية، ولا يمكن لهذه الميليشيا أن تستمر في يعني الصمود طويلا في الإبقاء على محافظة الحديدة تحت سيطرتها أو حتى بقية المحافظات الأخرى. لكن هناك كما يبدو حرص من طرف الجيش الوطني لتفادي وقوع خسائر في صفوف المدنيين، وهناك أيضا تكتيكات تستخدمها الميليشيا لإعاقة تحركات الجيش الوطني أو تقدم الجيش الوطني من قبيل زرع المناطق بالألغام بكثافة كبيرة واتخاذ المدنيين أيضا دروعا بشرية. ما يتعلق بالجولة الأخيرة للمبعوث الأممي إلى صنعاء ومقابلته قيادات ميليشيا الحوثيين، في الحقيقة هي جولة أخرى. اليمنيون لم يعدوا يعولون كثيرا على جهود الأمم المتحدة، رغم أنهم لم يكونوا يرفضون هذه الجهود ولا يرفضون أيضا حتى أي تسويات سياسية من شأنها وضع حد لهذه الحرب التي فرضتها الميليشيا الحوثية على اليمنيين، ولكن في إطار المرجعيات الثلاث، قرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، وهي المرجعيات التي ترفض الميليشيا الحوثيين الاعتراف بها أو التفاوض تحت سقفها. وبالتالي عودة المبعوث الأممي خالي الوفاض من جولته الأخيرة إلى صنعاء لمقابلة ميليشيا الحوثيين هي إضافة جديدة
إلى رصيد الميليشيا الحوثية المستهتر بالقانون الدولي وبالجهود والمحاولات الدولية الرامية إلى وضع حد لهذه الحرب وللدمار الذي لحق بالبلاد جراء انقلاب الميليشيا الحوثية واجتياحها للمدن. لدى اليمنيين في الحقيقة تاريخ طويل مع هذه الميليشيا التي تتخذ الحرب استراتيجية وإلى ما لا نهاية، وتستخدم العمل السياسي والعمل يعني المراوغات مجرد تكتيك مؤقت أو مرحلي في حال تضييق الخناق عليها، لكنها سرعان ما تنكث بالعهود والمواثيق والاتفاقيات وتلجأ إلى السلاح وإلى العنف دائما. من إسطنبول الصحفي اليمني الأستاذ محمد الأحمدي، شكرا لك.